بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مات بغداد. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين مسوين فطاير تفاح ماكدونالدز، نفس ماكدونالدز هشه ومورقه بدون عجينه باف بيستري، بدون زي يعني بدون زبده. شايفين قد ايه طبقات العجينه ما شاء الله، وهشه وكريسبي ممتازة جدا ان شاء الله يعني ومش هتكلفنا اي حاجة واقتصادية جدا على الاخر. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو سمحتوا ما تنسوناش بدعم الفيديو باللايكات والشير والسبسكرايب للقناة. اتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. الحين اصحابي مقادير العجينة سهلة جدا، انا مضاعفة الكمية. انت بقى عايزة تقللي ممكن تعملي نص الكمية. انا حطيت كوبايتين دقيق، ربع كوب زيت، معلقة خل صغيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، وهعجن بالماء حتى تديني عجينة متماسكة. هعجنها ونرجع نشوف قوام العجينة. الحين اصحابي هذا قوام العجينة اهو، لا هي طرية ولا هي جافة، يعني متوسطة. المهم الاناء العجان اهو نضيف، هنخليها بس ترتاح 10 دقايق ونرجع نشوف كيف هنشكل العجين. بعد ما ارتاح 10 دقايق الحين هفردها مستطيل، بس هنفرد على نشا، هنفرد على نشا ونشوف طريقة الفرد والتشكيل. هنا اصحابي مثل ما انتم شايفين فردنا، نرش عليها نشا كده خفيف اهو. الحين اصحابي فردنا عليها النشا، هنبدأ نطويها مثل المظروف اهو كده، وهنطوي. وطبعا هنحط نشا برضو، وهنطوي الجانب التاني. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين اهو طويناها مستطيل، الحين بقى هنطويها، هنكمل اهو وهنطوي الطرف التاني عليه. طويناها كأنها مظروف اهي اصحابي. الحين بقى هنبدأ نفردها، ممكن تسيبيها 10 دقايق ترتاح وممكن تفرديها. انا ما عنديش وقت الصراحة، فهنفردها، هفردها مستطيل ونشوف كيف تشكيلها. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين فردنا العجينة مستطيل، وهذه حشوة التفاح. نقدر نسويها دواير، نسويها مستطيل، مثل ما انتم ما تريدوا. هحشيها ونرجع نشوف كيف الحين اصحابي مقادير حشوة التفاح، عندي نص كوب سكر ومعلقة كبيرة زبدة، هسيحهم كراميل، وبعدين اضيف عليهم قطعة التفاح المتقطعة مكعبات، وهنضيف رشة قرفة وبس. نشوف الخطوة. اصحابي الكراميل خلاص ساح اهو مع الزبدة، هنضيف عليها التفاح، وحطيت عليها القرفة، هشوحها ونرجع نشوف الخطوة التانية. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين التفاح خلاص استوى، انا دوبت مكان الطبق اللي كان فيه التفاح والقرفة معلقة نشا اهو. حطينا معلقة النشا، وهحط رشة فانيلا عشان يمسك لي كل السوائل، عشان بعدين ما تخليليش الفطاير رطبة. اوكي، بس ثواني وهطفي عليها للنهار. الحين اصحابي انا حطيت الحشو اهو، وبلينا الاطراف بماي، وهنبدأ نقفلها ونضغط عليها بالاطراف. قدامكم حل من الاتنين، يا تقليها في الزيت او تدخليها الفرن. انا بالنسبة لي هدخلها في الفرن، ممكن نقلي واحدة او اتنين في الزيت ونشوف الفرق ما بين التسوية. هكمل ونرجع نشوف. الحين اصحابي الزيت سخن، هنحطها الفطيرة ونخليها تتحمر ونشوفكم قبل ما نخرجها من الزيت ان شاء الله. والحين اصحابي الفطيرة مثل ما انتم شايفين اهي اتحمرت، شايفين قد ايه انتفخت، كأنها باف بيستري بالظبط، وهي ما فيهاش باف بيستري اهي. هخرجها من الزيت واكمل بقية الكمية ونرجع نشوفكم في التقليب. الحين اصحابي حبيت اراويكم الفرق اهو، هادي نفس اللي بنشتريها من ماكدونالدز، شايفين الطبقات اهي، هذه المقلية في الزيت اهي، طبقات بدون باب بيستري، هشة اهي، سامعين، مقرمشة اهي. وهذه التانية برضو اللي انا قلتها نفس الحالة، طبقات مقرمشة كريسبي نفس بتاعت ماكدونالدز. هذه اللي انا سويتها في الفرن برضو منتفخة، وشايفين الطبقات كأنها باف بيستري اهي، ودهنا الوجه ببيض، وهنا اهو شايفين هذه اهي مورقة برضو وهشة وكريسبي، بس دي انا ما دهنتهاش بيض. بس
فانتوا بقى ليكم حريه الاختيار، يا اما تحبوا تقلوها في الزيت، هذه النتيجه قدامكم. طبعا بتاعه الزيت منفوخه اكتر ومورقه اكتر، عشان هو اصلا العجينه ما فيهاش زبده ما فيهاش حاجه، فهو التوريقه بالنشا، فهي بترفع معانا بالنشا والبيكنج باودر. هذه طبعا عشان الفرن، فطبعا برضو تعتبر النتيجه ممتازه، يعني كانها باف بيستري بالظبط اهي. هقدمها بقى مع سكر بودره واشوفكم في التقديم. انا حبيت اراويكم الفرق، اقلي اتنين واتنين والباقي في الفرن عشان تشوفوا، والاختيار ليكم ان شاء الله. خليني اقدمها، طبعا هرش عليها سكر بودره واشوفكم في. والحين اصحابي كمان اكلت منها، اغمطها حته اهي، شايفين قد ايه الرقات دي اللي هي في الفرن. طبعا اللي هي الثانيه اللي مقليه في الزيت اكيد هتكون الرقات اكتر كمان. شايفين قد ايه هشه ومنتفخه والحشوه فيها ممتازه. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ورجعنا اصحابي بعد ما قدمناها مع السكر البودر، وتقدري تلفيها في ورق الزبده او ورق الشمع زي ما بنجيبها من ماكدونالدز، سهله وسريعه، وشايفين ما خدتش منها وقت ولا مكلفه اقتصاديه جدا على الاخر. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.